افتتحنا بها ايام قرطاج المسرحيه في دورتها الثالثه يوم فكر ريح النهار يوم السبت 7 نوفمبر 1987 هنا في هذا المكان كان افتتاح ايام قرطاج المسرحيه ما نعرف حتى شيء اخر كان انه كان افتتاح ايام قرطاج المسرحيه نختتم اليوم بالعركه زكريا حشاد ورد بالكم على رواقكم كويس وانا فاتن جورناكم
في هذا المطار رابحين رابحين، أحب من أحب وأحب من أحب. شكرا على حضوركم، شكرا ألف شكر على حضوركم. ما نسمعش توا، ما نسمعش ما نسمعش ما نسمعش، نسمع كان زكريا توا، نسمع شريفه. Thank you.